میرے عزیز ساتھیوں دوستو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ایک ایسی دعا لے کر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں کہ اس دعا کو اب تک جتنے بھی پڑھا اور جتنے لوگوں نے اس کو سنا وہ لوگ مالا مال ہو گئے، ہزاروں لوگوں کی مرادیں مل گئی، ہزاروں لوگوں کے مقصد پورے ہو گئے۔ اب آپ کی باری ہے۔ پیارے دوستو، یہ سچا وظیفہ، سچی دعا آپ کو پڑھنا بھی نہیں ہے، صرف آپ کو سننا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ دعا سنتے ہی فوری طور پر آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ اگر اس دعا کو بیمار پڑھ لینا یا سن لے تو اس کو شفا مل جائے گی، اگر قرض دار سن لے تو اللہ تبارک و تعالی قرض ادا کرنے کا اسباب پیدا فرما دے گا، اگر بے اولاد سن لے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے صاحب اولاد بنا دے گا، اگر پریشان حال سن لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پریشانیوں کو غیب سے حل فرما دے گا۔ پیارے دوستو، یہ پیاری دعا اتنی پیاری ہے، یہ دعا اتنی پاورفل ہے کہ اس دعا کے جتنی تعریف کیا جائے کم ہے۔ دنیا حیران ہے اس دعا کی فضیلتوں کو سن کر اور فضیلتوں کو پا کر۔ اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے، اب تک آپ نے جتنے بھی وظیفہ پڑھا سنا، اگر آپ کے مقصد کامیاب نہیں ہوئے تو آپ اس دعا کو ابھی سنیے۔ آپ کو ہر حال میں یہ دعا سننا چاہیے، ورنہ اگر آپ یہ دعا کو اس وقت چھوڑ دو گے تو آپ ہمیشہ پچھتاؤ گے، کیونکہ یہ دعا سننے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کبھی بھی آپ سن سکتے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکی حالت میں ہو تبھی سن پاؤ گے، آپ ناپاکی کے حالت میں بھی رہ کر صرف سن سکتے ہو، پاکی حالت میں بھی سن سکتے ہو، وضو بے وضو، غسل بے غسل، کسی بھی وقت کیسے بھی اس دعا کو آپ کو صرف سننا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کا ہر وہ مقصد پورا ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس دعا کو سننے سے پہلے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے، اور ہاں چینل پر اگر آپ نئے آئے تو ابھی سبسکرائب کر لو، کیونکہ میں اسی طرح پاورفل دعائیں آپ کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں۔ تو چلیے اس پیارے سے دعا کو سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سنلقی علیک قولا وثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النار صبحا وطویلا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا وَشَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم وسيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير وتجدوه عند الله
وعد الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا وسلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من رزقهم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتأخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.